يعني طبعا اكيد يعني انتقال لنادي القادسيه يعني مو كلام هذا صحف، ولكن يعني نقطه تحول كبيره في حياتي حقيقه. ويعني تفاجات شلون ان يعني القادسيه تشوفها من برا غير القادسيه تشوفها من داخل. يعني كان طبعا مسؤوليه كبيره وسبحان الله. عطنا اول يوم تمرين، شنو اول يوم جيت تمرن؟ مباراه والله على بالي شو اسمه. اول يوم طبعا التدريب اذكر انا يعني كان يمكن يعني الساعه 7 انا 5. بس منو كان حارس المرمى قبلك؟ كان بدر جمال. بدر جمال انت ولا مع ان ترى رحت انا في فتره يعني نهايه جيل، ها واول موسم، اول موسم لي مع نادي القادسيه، رغم ان لعبت يعني قدمت اداء لكن النتائج ما كانت خادمه. اي حتى اذكر اول مبارتين ولا فكنت ما انا بخطأ ما اسمع صوت، ما في جمهور، فهني ولا واحد قال قال انت ليش جايبينك وش اسمه وخسرانين. انا يعني خسرنا الاول لعبتين بس انا مقدم اداء كبير يعني عرفت مستانس اللي فقال انت شلون ليش جايب؟ صدق يا عزيز تاثرت. قلت يعني لكن حقيقه انا كنت محظوظ. بقول لك يا عزيز يا ابن حلال انا كنت محظوظ جدا لان فعلا اول موسم كان صعب جدا علي، لكن طلال الشيخ طلال فهد يعني كان لي مثل وقود. حتى في الخساره لما كنا نخسر احنا وانا اقدم اداء كان يعني يثني علي وكان يقول لي يعني شوف انت هنا الحين خلاص الحين لما تصد انت يعني الكرات في نادي الخيطان يمكن 10 كرات غير لما تصد الكره في نادي القادسيه. تعاملهم شلون معك لاعبين من الخيطان؟ الامانه كل اللاعبين حقيقه والجماهير وال يعني المسؤولين كانوا فعلا يعني عاملوني معامله يتمناها كل لاعب. وانت كان عندك علاقه سابقه بالمنتخب مع اللاعبين فيعني مو يعني مو غريب متعود عليهم. اي متعود عليهم مو لا لا اي ادري بس بس يعني نادي القادسيه يعني فعلا كانت المباراه يعني مباراه طيب المباراه. وتدري انت لما تدخل نادي القادسيه انا دائما حتى في نادي الخيطان وانا صغير افكر ان ما حد يقول علي سواء كانت 5-4 كذا، فكنت اتضايق لما بعض المرات يعني شوي الربع يعني تصير معايات بيني وبينهم لما يفوز 5-1 يشوفوني انا مضايق فيقول لهم فيك ترى. اقول لا بس كنت يعني اتمنى احب انه يعني عندي البطوله بطوله حارس المرمى وهو لما يحافظ على مرمى. ترى 1-0 1-0 احسن من 6-1 بالنسبه للمدرب كمدرب تقول له اي احسن نتيجه 1-0 ولا 6-1؟ يقول لك لا 1-0. يعني شلون بالعكس واحد يمكن 1-0 غصب يعني ها كمدرب كمدرب اي بس انه يعني لما 6 قبل 6 اهداف لا توضح لي ابو حسن هذا كمدرب 1-0 احسن من 6-1 يعني احساسه وكذا اي لانك انت ما قدمت قول عليك يعني. اي قدمت من الجانب الدفاعي زين وجانب الهجوم زين بس 1 قبل اي طيب ايش فعل لك يعني ليش على قول لا بس ابو حسن ابو حسن انت تاخذ كمدربين لان في مدرب انا بمنتخب تحت 19 اشاركني اساسي حارس مدرب نادي النصر كان وكنا تحت 17 ننافس النصر طيب فلعبني اساسي بالمنتخب اساس يقول لما كنا نلعب خيطان كان نادي خيطان دائما 1-0 يفوزون 1-0 1-0 فاول يوم بالاجتماع سال شافني فقال انت منو؟ قال الحارس نادي خيطان سبحان الله فقلت له انا. المهم فكان يقول يضرب في كل يعني اجتماع شيء يضرب المثل انه يقول شوف مثلا انا يقول انا كنت في نادي النصر عندي قوه ضاربه في الهجوم فكنت افوز 6-2 5-1 كذا لكن نادي خيطان وكان مدربنا الله يذكره بخير انور يعقوب كنا نفوز 1-0 1-0 1-0 يمكن ما علينا يمكن 4 اقوال 5 اقوال في هذا قال 1-0 في الدوري لا لا فشنو في مدربين ممكن يعني عنده نتيجه 1-0 ما دام الفريق ضعيف قولت عليه 6 يقول عليك 2 و3 معناها انت بعد هم حسن صدق سوى المدرب كان الحين صار قبل صارت المباراه الرسميه مع عمان وعمان 9 رادين منتخب اول كان يقول لي شوف انا بيك مثل اللي تسويه مع بالدوري اي وسبحان الله نفوز 1-0 طيب اخونا دعم المتابعين يقول نواف الخالدي اذا يبي يسترسل راح ياخذ 3 حلقات ولا يخلص ولا يخلص ارجوكم ناقشوا المواضيع المهمه اللي تم الشارع الرياضي وقصص نواف اسمعوها بعد انتهاء ازمه كورونا الله ما ادري هو هذا انتقاد ولا خلص الوقت دعابه هاي دعابه 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 هاي دعابه كذابك كذابك اقول عاد صايدهم الحين صدقني خالد صدقني دازه طيب تفضل بعطيك وقتي انا بعطيك وقتي يا دازه شوف في سنين بعد انا اخذ وقتي